أهلا بكم في الموعد الاقتصادي لنهار اليوم، والبداية بالحصيلة الإيجابية لمتعامل الهاتف النقال العمومي جيزي، حيث فاقت قيمة استثمارات المتعامل 4 مليارات دينار جزائري خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية. وتؤكد هذه الأرقام الانخراط ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع شبكتها وتحديثها، بحيث سمحت هذه الاستثمارات بتوسيع التغطية بالجيل الرابع لتشمل 94.6% من السكان، مسجلة بذلك زيادة ب 8.3 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023. ومكنت أيضا من تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات جيزي من طرف المواطنين في كل أنحاء الوطن، كما حقق المتعامل العمومي رقم أعمال بقيمة 28 مليار دينار جزائري فاصلة ثمانية، مسجلا بذلك زيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023. بالمنطقة الصناعية بنورة بولاية غردايا، أطلق مجموعة من المستثمرين الشباب مشروعا واعدا مختصا في صناعة الأنابيب النحاسية الموجهة للمكيفات الهوائية بمختلف الأحجام والأنواع. الروبورتاج لأمين شقبقب. بعد أن كانت تستورد من الخارج، جاءت هذه الشركة الجزائرية لتصنع هنا بغردايا الأنابيب النحاسية التي تربط الوحدة الداخلية بالخارجية للمكيفات الهوائية. هؤلاء الشباب والإطارات رفعوا التحدي عاليا لجعل المنتوج الجزائري رائدا ومتميزا. المشروع الذي أنجز في ظرف قياسي يشغل في بدايته أزيد من 30 عاملا، كلهم من الكفاءات المحلية. العامل يتلقى تكوين في المجال، وكل العمال الحمد لله كفاءات محليه جزائريه. كاين انكار 3 8، كاين 3 كار 5 8، انكار 5 8. خدم جواب النحاس كليماتيزور، كي خدم جينا لا فورماسيون الحمد لله خدم داني. نوفرها لجميع مقاييس المكيفات، من المستعملات اللي تستعمل في المنزل الصغيره حتى الى غرف الكبير، غرف التبريد الكبيره من 3 متر كأدنى طول إلى أكثر من 30 متر. بالنظر للقدرة الإنتاجية المتوقعة بحوالي 1 مليون وحدة في السنة، تتطلع الشركة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم تصدير منتجاتها نحو الخارج، مراهنة في ذلك على الجودة العالية والتنافسية في الأسعار. اليوم والحمد لله عدنا الطاقة باش نغطي السوق الوطنية، وبحلول 2026 يكون عندنا الاعتماد او سيرتيفيكاسيون لايزو باش يكون هذا المنتج متوفر في السوق الاوروبيه والافريقيه. احنا فرحين جدا لما تكون لا سوتريتونس بين شباب اللي كل واحد يخدم شيء ما، وفي الاخير يعطونا منتوج وطني 100%. ولهذا نشدوا على ايديهم ونقولوا لهم، انا قلت لهم، نحن كسلطات عموميه حاضرين في اي لحظه. هي مشاريع جادة تعد فخرا للصناعة الجزائرية ومكسبا لها، والأكيد أن مرافقة الدولة سيعطي نتائج مبهرة في تطوير الإنتاج وإتاحة فرص جديدة للتوظيف. دوليا، تفاعلت البورصات العالمية بشكل كبير مع الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أظهرت النتائج الأولية عن فوز ترامب، وعليه فقد أغلقت البورصات العالمية على الصعود، حيث ارتفع مؤشر الكاك 40 ب0.48%، فيما صعد أيضا داكس فرانكفورت ب0.57. أما بورصة وول ستريت فقد تحركت هي أيضا نحو الصعود، حيث سجل مؤشر دون جونز 1.02%، كما صعد مؤشر ناسداك.
أعلنت شركة النفط السعودية أرامكو عن تراجع أرباحها خلال الربع الثالث بنسبة 15.4% بسبب انخفاض أسعار الخام وضعف هوامش التكرير. أرامكو حافظت على توزيعات أرباح سخية بلغت 31 مليار دولار للربع الثالث. إلى أسعار النفط التي تراجعت اليوم بأكثر من 1% مع تمسك الدولار، فضلا عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بتسعين سنتا بما يعادل 1.2% مسجلة 74 دولارا و31 سنتا للبرميل، في حين خسر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا مسجلا 71 دولارا و17 سنتا للبرميل. تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل كبير بعد الإعلان عن الفوز المؤقت لدونالد ترامب. وانخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.63% إلى 2726 دولارا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة بنسبة 0.56% لتسجل 2733 دولارا للأوقية. ختام أخبار الاقتصاد بعرض لأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. ختام نشرتنا الاقتصادية، شكرا لكم على طيب المتابعة.